قبل مشاهدة الفيديو لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة، تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد القناة من آخر الفيديوهات الخاصة بنا، ولا تنسوا الضغط على لايك جميل مثلكم. أتمنى لكم فرجة ممتعة وإلى اللقاء. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأصدقاء، مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو الخاص بالأنبوكسين لهاتف انفينكس هوت عشرة الخاص أو الفئة من فئة 4 جيجا في 64 جيجا بايت من الاستقراج. الهاتف كما هو معروف يأتي بمعالج ميديا تيك G70 الذي يوجد في هاتف النوت 7 الجديد. على كل حال سوف نرى ماذا يوجد في علبة الهاتف. نقوم بفتح العلبة بهذا الشكل. أول شيء لدينا الهاتف، ما ترون هاتف انفينكس هوت 10 انليمتد فون، كما قلنا يأتي ب G70 كمعالج وشاشة كبيرة 6.78 بوص أو بوصة HD+ مع واجهة انفينيتي او ديسبلاي، كما انه يأتي ب 4 كاميرات خلفية مع فلاش وحادي بإضافة إلى كاميرا أمامية. الهاتف يأتي مع بطارية ضخمة 5200 ملي أمبير مع شحن سريع. الكاميرا الأساسية هنا تأتي ب 16 ميجا بكسل. الهاتف يأتي ب زجاج من الأمام، خلفية من البلاستيك وفريم من الألومنيوم، كما يأتي مع بصمة fingerprint sensor خلفية. الهاتف لا يأتي بمايكرون العزل. من الأسفل يوجد لدينا سماعة، مدخل سماعة 3.5 مايكرو وفتحة 3.5 ملي و سبيكر، ولكن لا أظنه من نوعية الستيريو، سبيكر عادي. سوف نضع الهاتف هنا ثم نرى باقي محتويات العلبة. شارج، سماعات أذن كما ترون، سماعات أذن، كيبل الشارج. يوجد أيضا لدينا تبوس لفتح الشرائح الشريحة. يأتي أيضا هنا كفر من البلاستيك، كتيبات وسكرين بروتكتور. هذه هي محتويات العلبة. سوف نقوم بتشغيل الهاتف. سوف ننزع هذه السكرينة ثم نضعها هنا كما ترون، ثم نقوم بتشغيل الهاتف. سوف ترون الوقت الذي سوف يشتغل فيه الهاتف. الهاتف يشتغل بشكل سريع. يأتي بواجهة XOS 6 ويمكنك أن تقوم بتحميل واجهة XOS 7. إذن هذا هو الهاتف. سوف نرى كاميرا الهاتف. كاميرا سريعة. لو صور لا بأس بها. إذا
إذن سوف نذهب إلى هذا الجستر. الهاتف فيه أيضا مود جيمينج. سوف نرى باقي ما يوجد في الهاتف من تطبيقات. إذا التطبيقات الاعتيادية، الهاتف يأتي بخدمات جوجل أكيد، في فيسبوك، جيميل، إنستغرام، ميسنجر، واتساب أكيد، يوتيوب، يوتيوب ميوزيك. الهاتف سوف نرى أباوت فون، ماي فون، إنه كما ترون إكس أو إس دولفين 7. رائع. الهاتف يأتي كما قلنا 4 جيجا بايت في الرام، 64 في الستوكاج، 8 ميجا بيكسل في الكاميرا الأمامية، 16 ميجا بيكسل الكاميرا الخلفية. الهاتف يأتي بمعالج ميديا تك هيليو G70 الرائد الخاص بالألعاب. البطارية كبيرة جدا، بطارية 5000 ميلي أمبير. الريزولوشن الهاتف 720 في 1640، أندرويد 10. الهاتف هو انفينكس 10 أندرويد فيرجن. كما ترون يأتي بأندرويد 10، يمكنك تحميل أندرويد 11 عندما تصل إلى الهاتف. هذه بعض خصائص الهاتف. إكس كلاب، فيسبوك، يشتغل بسرعة، أب جالوري، كالندر، الو، كروم، إذا بيدخل الإنترنت فيه، مساج، لا يوجد فيه بعد أي مساجات، أي رسائل، فون، رسائل، فون، لا يوجد فيه أي أرقام لحد الآن. ماذا أيضا؟ جيميل، لا يوجد فيه أي جيميل لحد الآن. انستغرام يفتح بسرعة. ميسنجر يحتاج إلى فيسبوك أصلا. بلاي ستور، يوتيوب، يوجد في إنترنت أصلا. إذا أصدقائي، كما سبق لي أن قلت لكم، الهاتف سلس ما شاء الله، خفيف، بطاريته كبيرة، كاميرا أمامية جميلة، أبديت already أندرويد setup. هناك يوجد في الهاتف ميزة جور أو تحديث يحتاج إلى إنترنت لتحديثه. صرنا الخصائص الأخرى: بايك مود، داتا سيفر، واتساب مود، سكرين ريكورد، وان هاد اي كيف، دو نوت ديستروب، الترا باور، اير بلاي مود، فلاش، واتساب مود. لنرى هذا الواتساب مود، اظن انا انتظر، احتاج الى واتساب اصلا. when واتساب مود is on only واتساب download and music can use data traffic and other app are restricted to use data. جميل جميل. اذا اصدقائي، هذا كل ما يخص الانبوكسين والريفيو الخاص بالهاتف. سوف اقوم بتحميل لعبة بابجي عليه لكي نرى البرفورمانس الخاص بالهاتف حول لعبة البابجي. هل هو فعلا هاتف يتحمل لعبة بابجي او لا يتحملها؟ سنرى ذلك ان شاء الله. الى الملتقي اصدقائي، لا تنسوا دعمنا باللايك وتفعيل الجرس، ولم لا الاشتراك في قناة أندرويد مهدي. تحية لكم وإلى اللقاء.